الحدث مع أحمد القماطي. القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ألقى قبل قليل كلمة هامة وجهها للجنود والضباط المرابطين. القائد أمر قواته المتقدمة لتحرير العاصمة بالحرص على سلامة المدنيين، كما أمر جنوده بالحفاظ على المرافق والمنشآت وممتلكات المواطنين، مؤكدا أن المؤسسات ستعمل دون تهديد أو ابتزاز، وأن طرابلس ستستعيد دورها ومكانتها كعاصمة لكل الليبيين. القائد العام أعطى أوامره وتعليماته لقوات الجيش المتقدمة ليكونوا يدا ضاربة مطمئنا شعبه متعهدا بالنصر القريب بعون الله على الإرهابيين. الحدث، أهلا بالمشاهدين. قريبا سيتقدم الجيش وينتشر في ميادين العاصمة وشوارعها وزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 7 دقائق كانت مدة الكلمة التي انتظرها الشعب لسنوات، استقبلها بحفاوة كبيرة وارتياح بالغ، بينما ترصد الأنظار طرابلس وما حولها وما سيحدث فيها خلال الساعات القادمة. 7 دقائق ملأت قلوب الإرهابيين رعبا وقشعريرة، كيف لا وقد أكدت أننا نحو العاصمة قادمون. لا مجال للانتظار، أهلنا في طرابلس، استعدوا لاستقبال جيشكم، أبناءكم، إخوانكم العازمون على استعادة وطن ضاع في التيه وغيبات السجون. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي جنود وضباط صف وضباط قواتنا المسلحة من مختلف ربوع أرضنا الطيبة الشريفة، المرابطون حول العاصمة، المعتصمون بحبل الله، المنتصرون بإذنه وعونه وبدعم شعبكم وبإرادتكم التي لا تقهر وبإيمانكم بواجبكم الوطني والجهادي في الدفاع عن ليبيا أرضا وشعبا، بأرواحكم ودمائكم وبكل ما آتاكم الله من قوة، نطمئنكم ونطمئن كل الليبيين الشرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب، الهدف الذي قدم الشعب من أجله قوافل الشهداء والجرحى من أبنائه، من رفاق لكم كانوا بالأمس القريب معكم جنبا إلى جنب، تواجهون معا عدوا متوحشا لم يسبق أن شهدت الأرض له مثيلا، في طغيانه وبشاعة جرائمه واستخفافه بقيمة الإنسان خليفة الله في أرضه، حتى قسمتم ظهره ونكستم رايته، راية التوحش والرعب والشؤم، الهدف الذي يتطلع إلى بلوغه كل الليبيين الأحرار بعد طول انتظار، وبعد أن تجاوزت بهم المعاناة وحياة القهر والبؤس حدود الصبر والتحمل، وليس لهم من أمل في بلوغه بعد الله إلا أنتم، فأنتم الحصن المنيع والدرع الواقي، وأنتم لهيب النار الحامية التي تحرق كل من يعتدي على كرامة شعبنا ويستخف بآدميته ويعمل على تركيعه وإذلاله وجعل حياته شقاء وبؤسا، أنتم المدفع والدبابة والطائرة القاذفة والزورق الحربي والراجمة والبندقية التي لا يصمد أمامها الإرهابيون مهما بلغ عددهم وعتادهم، أنتم القوة الضاربة التي تحمي الشعب وتقهر أعداءه وتعيد الوطن سيادته ولشعبنا مكانته الرفيعة بين الأمم، أنتم الذين عرفكم الشعب أسودا في ميادين القتال وأبهرتم العالم بشجاعتكم ورباطة جأشكم، أنتم اليوم من يصنع التاريخ ليكون فخرا لأجيالنا القادمة،
كما نفخر نحن بتاريخ أجدادنا المجاهدين. أنتم عماد الدولة ورمز السيادة وحماة الوطن. هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة، لتصبح ليبيا بلداً آمناً مستقراً، ويحيا شعبنا حراً أبياً مطمئناً يرسم خارطة مستقبله بإرادته الحرة، وينعم بما من الله عليه من خيرات ونعم، وبعد هذه المسيرة النضالية الظافرة نحو هذا الهدف السامي النبيل وما قدم جيشنا والقوى المساندة له عبر مشوارها الطويل من تضحيات سيرفع الشعب والجيش معا راية النصر في قلب العاصمة قريبا بإذن الله، معلنين تحريرها وانتصارنا فيها على الإرهابيين وأعوانهم وعلى كل من حمل السلاح ليرعب المواطنين ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم وينال من كراماتهم، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن، وتستعيد دورها ومكانتها عاصمة لكل الليبيين، وتعمل مؤسسات الدولة فيها دون ابتزاز أو تهديد. وحين يتقدم الجيش قريبا وينتشر في ميادينها وشوارعها وأزقتها ليكسر قيدها ويفك أسرها، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكونوا أيها الأبطال عند حسن ظن شعبكم بكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وحين تدخلوها أحرصوا على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم، حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم، ولا تأخذكم رأفة أو شفقة بمن ضل السبيل وأغواه الشيطان وأخذته العزة بالإثم ورفع السلاح ليصدكم عن تحرير طرابلس، درة ليبيا وعاصمتها الجريحة، وحافظوا على مرافقها ومنشآتها، والتزموا بما يسر عن قادتكم من تعليمات، ولا تعتدوا واتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي شرفكم العسكري، واعلموا أن الله مع الصابرين، وأنه لا غنيمة إلا النصر، وما النصر إلا من عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم. النصر للوطن، والمجد والخلود لشهدائنا، ولن يضيع دم شهدائنا سدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحدث أهلا بكم مشاهدينا للحديث على هذه الكلمة الهامة التي ألقاها القائد العام المشير خليفة حفتر قبل قليل، ووجهها لجنود الجيش المرابطين على تخوم طرابلس. أستضيف اليوم هنا في الاستوديو الدكتور عاطف الحسي الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، كما أرحب أيضا بالأستاذ سميح الأطرش المحامي والناشط الحقوقي. أرحب بالأستاذ محمود البرعاصي المهتم بالشأن العام، كما أرحب أيضا بالمدير التنفيذي لمنظمة الراصد الدولي لحقوق الإنسان الأستاذ فرج العجيل. أرحب بدكتور راقي المسماري الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، والأستاذ محمود فحيل البوم المهتم بالشأن العام، كما أرحب أيضا بدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي، والأستاذ علام الفلاح الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، كما سينضم إلي أيضا عدد آخر من الضيوف سأرحب بهم تباعا. أبدأ معك بداية دكتور عاطف، أهلا بك. مساء الخير أخي أحمد، مساء الخير سيد المشاهدين والمشاهدات والضيوف الكرام. بداية، ما أبرز ما لفتك في كلمة القائد العام؟
هو الواضح بأن الكلمة كانت موجهة لمؤسسة عسكرية، والدليل هو اللبس العسكري الكامل وبداية الحديث على الوحدات العسكرية والعتاد الكامل للجيش، من تحديد حتى الأركان الجيش وكيف ستكون هذه لها يعني الدور الأساسي في تحرير طرابلس. أعتقد هناك رسالة أخرى وهي مهمة جدا في رفع معنويات الجيش ورفع معنويات هذه العناصر العسكرية، وخاصة في هذا الوقت العصيب من هذه الحملة المهمة لاستعادة الوطن. رسالة أخرى لأن إلى عدم يعني عدم التخلي عن أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل هذه الأهداف، والالتزام بالالتزام بالأوامر العسكرية والشرف العسكري في هذه العملية المهمة. هذه الرسائل الواضحة. الرسائل الأخرى أعتقد اللي تتقدم يعني في مرحلة متقدمة من إلى يعني للمؤسسة العسكرية إلى المؤسسة المدنية، واضح بأنه يقول في خطابه أو في كلماته بأن الشعب هو الذي سيحدد خارطة الطريق لمستقبله المستقبل الدولة، وبالتالي الشعب هو صاحب السيادة، وهي مسألة مهمة في بناء الوطن. أعتقد أهم هذه الرسائل هو أن الحملة هي في ذروتها وهي بداية حقيقية لحملة عسكرية واسعة، لن تتوقف هذه الحملة. هكذا قرأتها دكتور، بمعنى أن هذه الكلمة الهامة توقيتها الآن، هل يمكن أن نقرأ بين سطورها إعلانا لساعة الصفر؟ ربما أن هناك بعض التشفيرات أو الرموز داخل المؤسسة العسكرية بهذه الكلمة لا دراية لنا بها، ولكن شعور الليبيين بأن هناك فعلا بعد كل هذه الجهود على تخوم العاصمة سيكون هناك ساعة صفر في تأمين العاصمة بشكل كامل. وهنا يجب أن نكون حذرين بأن الجيش الآن في مرحلة مهمة، وهي مرحلة تأمين العاصمة وليس اقتحامها. الكلام على اقتحام العاصمة هو ما حدث من 4/4، هو اقتحام تخوم العاصمة واقتحام كل هذه المعسكرات التي استغلتها الميليشيات في تخزين الأسلحة والسجون الغير شرعية وغيرها من هذه الممارسات، ونجحت في أهم أهدافها بأن كل هذه الميليشيات أصبحت تفتقر إلى مقرات كانت متحكمة فيها في جنوب العاصمة ومهمة جدا، مثل معسكر اليرموك وأخر المعسكرات الأخرى، وعدم اطمئنان حتى في المعسكرات اللي داخل المدينة، وهو بالقصف الجوي والقصف المركز على مخازن الأسلحة وغرف العمليات. لكن أنا أرى بأن الرسالة مهمة لوحدات الجيش ومهمة أيضا للشعب في شعبنا في طرابلس، بأنه سيقف يدا واحدة مع الجيش، وهي بناء هذه حقيقة بناء على معلومات استخباراتية واستطلاعات حقيقية، بأن الشعب فعلا سيقف مع الجيش في تأمين العاصمة. أستاذ سميح الأطرش، ما هي قراءتك لمضامين هذه الكلمة الهامة التي ألقاها القائد العام قبل قليل؟ نعم، بداية نحييك سيد أحمد القماطي والطاقم المكمل لك، بالإضافة لذلك إلى السادة المشاهدين الكرام الأفاضل. حقيقة هي كلمة نعتقد أنها تعني الكثير، والوقت كان حساسا جدا، حيث أن تواجد الجيش الليبي بمدينة طرابلس منذ شهرين أو غيره، فنعتقد أن مرحلة حاسمة توا، وكنا في انتظار خاصة من خلال القنوات الإخبارية والناطق الرسمي للجيش الليبي أن كان يقول أن عندنا ساعة الصفر، وبالتالي نعتقد أننا قد تلمح كما أشار الدكتور عاطف إلى أن هي مشفرة هذا المصطلح لتعليمات معينة ترغب القيادة العامة في إيصالها لجنودها وأفرادها المنتشرين في مدينة طرابلس. الجانب حقيقة واللي فت انتباهنا هو الحديث الذي يدور الذي يظهر عكس ما يدعى في وسائل الإعلام بالغرب الليبي، المتمثل في أن الليبيين سيقررون خارطة الطريق للسياسة مستقبلا، وبالتالي نعتقد أن هي ستكمم أفواه كل من يدعي ادعاءات مخالفة لما ذكره السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر الواضحة والصريحة، وبالتالي لا يخشى أحد بعد ما كان في بنغازي وكان في درنة
انتقل إلى الجنوب ومن الجنوب قلنا مشي لطرابلس وعدل طرابلس، يعني لسنا يعني نخشو أحد وتقدم بخطى ثابتة إلى وصوله إلى مدينة طرابلس. وبالتالي نعتقد أن العالم كذلك وهو مهم الجانب هذا أن لقاءات السراج المغتصب للسلطة حقيقة، لأن رجل مغتصب للسلطة، رجل من أول يوم نقول نحن هذه حكومة وهذه الاتفاق السياسي غير شرعي وغير دستوري، وبالتالي هذا ما المكان اللي وضع نفسه فيه. فنعتقد أن الاجتماعات الأخيرة كلها تعطي علامات يعني غريبة جدا، خاصة في البيانات التي ذكرت من قبل المجلس الرئاسي للقاء مع الممثل الأمريكي أو القائم بالأعمال الأمريكي في 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 ليبيا، والتفسير الذي ذكره شخصيا هذا الأمريكي أن ما كانش يقول الكلام اللي ذكر في البيان بتاعهم، يعني مختلف. فنعتقد أن هذا يبين لنا كرجل قانون أنه هو ضعيف، أنه هو متهالك، أنه هو أعتقد أنه هو الهروب حاليا آن الأوان له، وعليهم أن يلحقوا أنفسهم. وجاي جيش آتٍ ليس مفر سيدي، يعني لا نتحدث نحن على موضوع احتمال يصير واحتمال ما يصيرش، لا، الاحتمال هو صاير بإذن الله تعالى، وذكرها القائد العام للجيش الليبي واضحة وصريحة لا غبار فيها. نحن حنخش دبالكم يا جيش يطمن في، يعني يتحدث ليس مع هذا، يتحدث مع الجيش بتاعه، يقول لهم يا جماعة احذروا من أموال ممتلكات الناس في هذا في هذا في هذا المكان. بالإضافة لذلك لما دبالكم على مؤسسات الدولة، دبالكم على مدخرات الدولة. أنا حقيقة نقول إن على كافة أفراد المواطنين اللي هم ليسوا لا جيش ولا ميليشيات أن يعدوا ويحموا المصرف المركزي، يحموا الإدارات بتاعهم اللي هي فيها أمور مالية، فيها مستندات مهمة للتحقيق، ممتسكات عليهم أدلة. لأن الناس أظن بدأوا يهربوا من مدينة طرابلس، بدأوا يهربوا خارج طرابلس، وبالتالي نعتقد أن الخناق بدأ يضيق عليهم 100% هذا الكلام. ونعتقد المشير لن يخرج ليذكر ما ذكره اليوم إلا وهو يعني الكثير والكثير، والخطوة الإيجابية التي نتمناها جميعا. كلمة القائد العام هي بالتأكيد تعني الكثير والكثير كما أكدت وشددت الآن أستاذ سميح الأطرش. هي ليست كلمة فقط موجهة للجنود، دعاهم فيها على الحرص على أرواح المدنيين وممتلكاتهم والمؤسسات الحيوية في العاصمة. هل يمكن أن نقول أيضا أنه فيها ربما رسما لملاحم المرحلة القادمة وأبرز ملامحها؟ نعم، المراحل القادمة سيد أحمد نعتقد أن يعني الخارطة اللي هي ذكرها المشير خليفة حفتر واضحة وصريحة وشفافة، أن سيتم بمجرد الدخول وتطهير ومعالجة هذه المشكلة حقيقة من خلال الإخوان والمقاتلة والجماعات الإرهابية والأجانب والغيرة ستنتهي العملية هذه. بعد ذلك سيقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال القنوات اللي هي البرلمان الليبي اللي هو لازال ساري وزال يعمل، وبالتالي نعتقد الأمور حتنتهي بمجرد انتهاء هذه الميليشيات وهذه الجماعات الإرهابية بمجرد انتهاءها. نعتقد أن هناك نقطة حقيقة أستاذ أحمد كان بدي أن نخلينا ننتظر شوية، لكن حنضطر نقولها في هذا اليوم كويس من أجل ضمنين بكرة شنو، لكن نعتقد أن التحفظ على كل يعني الأدلة التي تتعلق بسرقة المال العام في طرابلس. رأي القضية كل قضية ناس موجودة قاعدة تحلب في الخزينة العامة للدولة الليبية فقط لا غير، وبالتالي يجب التحفظ على هذه الأصول، بمعنى الأموال إذا كان في أموال، إذا كان خلوا حاجة فيها، الأخرى اللي هو المستندات اللي هي تؤكد السرقة والنهب لهذه الأموال. النقطة الثانية الأخيرة أن نعتقد أن رسالة كذلك للعالم وهي مهمة جدا، أن العالم حاليا أصبح حقيقة يعني يقدر هذه الشخصية المتمثلة في القائد العام في أنه هو صاحب قرار وأصبح رقم أساسي في 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 المعركة، وبالتالي يجب أن يتم معرفة كل كبيرة وصغيرة قبل الخوض في ما هو أبعد من ذلك. ولكن نعتقد أن فرنسا
والإمارات وهذه الدول يعني ما هيش غايب على حد، أصبحت دول بين وبينك مساندة للحق، مساندة لرفع الظلم على الشعب الليبي. إذا كان مواطن لا نلاقى ولا جمل، لست مسؤولا في الدولة ولا ني عسكري ولا ني كذا، نبي نقول لك أنا أن نحن ناس تعبنا. نعم. إلى متى سنظل بهذه المعركة إلا بهذه الطريقة؟ طيب، وبالتالي هروبهم كلهم إلى خارج مدينة طرابلس. بعد قليل سأسألك عن السيناريوهات القادمة، وأيضا ما الذي يمكن أن يحدث لهذه التنظيمات الإرهابية، خاصة أن القائد العام أمر جنوده قبل قليل بضرورة الضرب بيد من حديد على هذه الجماعات الإرهابية. أنتقل لأرحب بالأستاذ محمود البرعصي المهتم بالشأن العام. أستاذ محمود أهلا بك. مرحبا بك دكتور أحمد، مرحبا بالأستاذ أحمد سالم مقدم معد البرنامج، مرحبا بضيوفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ محمود. كيف تقرأ هذه الكلمة الهامة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وتوقيت إصدارها أيضا، وهل يمكن أن نقول أنه ربما هي حملت بين طياتها إعلان لساعة الصفر؟ الكلمة كانت شاملة ورسائل عديدة، لم تكن مسلطة على أمر واحد، هي كانت حرص القائد العام على سلامة أهالينا في طرابلس من معركة التحرير التي تجري الآن. كان واضح حرص سيادة القائد العام على سلامة المنشآت أو المؤسسات، مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس، وواضح عندما خاطب الجنود والضباط وجيشنا الوطني الموجود على مشارف أو حوالين طرابلس، كان واضح إن هو يدفع في هؤلاء الجنود على دخولهم لطرابلس كرجال جيش انضباطيين منظمين يستمعوا وينفذوا كل الأوامر التي تصدر عن قادتهم العسكريين، وكان يتمنى عليهم أن لا يتجاوزوا المهام الوطنية المناطين بها، وأن يحافظوا كل الحفظ على سلامة أهالينا في طرابلس، على ممتلكاتهم وعلى ممتلكات الدولة من المؤسسات. فهذه المرحلة اللي دخلنا فيها إلى حرب حقيقة، هي كنا مضطرين، أو الجيش الوطني كان مضطر أن يدخل في هذه الحرب بعد أن باتت بالفشل كل المحاولات التي اعتقدنا أن هناك اتفاق سياسي سوف يريح البلاد ويجعلها مستقرة وتعيش في أمن وأمان بدون سلطة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ولكن كل هذه المحاولات باتت بالفشل. 4 سنوات تقريبا على وجود المجلس الرئاسي في طرابلس لم يأتي بشيء إلا صناعة الأزمات والمشاكل العديدة، وهذا شيء ملموس حتى على الأرض من افتقارنا لعديد الاحتياجات أو المستلزمات الضرورية لحياة الناس، من سيولة، من وقود، من ارتفاع في الأسعار بشكل خيالي. أيضا واضح أن السلطة على مصرف ليبيا المركزي هي بالكامل تحت سلطة الميليشيات المسيطرة على طرابلس. واضح أن القرار السياسي أيضا في الحكومة نفسها، في حكومة الوفاق، هو تحت سلطة وأمرة هؤلاء القادة لتلك الميليشيات التي هي مسيطرة على طرابلس. فالحقيقة يعني مدة من الزمن فاقت 4 سنوات ضاعت هباء، ولم نبقى حتى في نفس المحطة التي كنا فيها قبل أن يأتي المجلس الرئاسي، بل عندما جاء المجلس الرئاسي رجعنا إلى الخلف كثيرا. هدرت مليارات الدينارات بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، لم
نخطو خطوة واحدة نحو الدولة، دولة ليبيا أو الدولة المدنية المنشودة، بل السيطرة كانت هي كلها سيطرة ميليشيات مسلحة على الدولة، فكان بالضرورة تدخل الجيش لتحرير طرابلس، لتحرير أهالي مدينة طرابلس، ولتحرير المؤسسات، مؤسسات الدولة الليبية الموجودة في طرابلس. فكلمة سيادة المشير اليوم هي للتأكيد إن الجيش ماضي في تحرير مدينة طرابلس من هذه العصابات المسيطرة على ممتلكات الشعب الليبي وعلى مؤسسات الدولة. هو يؤكد أيضا في أثناء تحرير هذه المدينة أن يتتم المحافظة بشكل كامل على أهالينا في طرابلس والذين يعول عليهم هو ونعول عليهم نحن، وكافة جيشنا الوطني يعول بالدرجة الأولى على أهالي مدينة طرابلس. عندما يدخل جيشنا الوطني لتحرير طرابلس من هذه العصابات المسيطرة على المؤسسات بالكامل، فالتعويل بالكامل بإذن الله سوف يكون على أهالينا في مدينة طرابلس، كما حدث في تحرير مدينة بنغازي عندما احتمد الجيش على أهالي مدينة بنغازي. بعد قليل يا أستاذ محمود سوف نسأل عن المطلوب من أهلنا في طرابلس بعد أن وجه الآن القائد العام كلمته إلى الجنود المرابطين على تخومها، لكن قبل ذلك أنت أضأت في بداية حديثك على جانب كبير من المعاناة التي عاناها الشعب الليبي طيلة السنوات الماضية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية. هل تعتقد أنه نتيجة لهذه المعاناة جاءت ربما تطمينات القائد العام في كلمته هذا، حيث وعد الليبيين بالأمن والأمان والعيش الكريم، ووعدهم أيضا بأنهم سينعمون بخيرات بلادهم؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد، وإلا لماذا ذهب الجيش لتحرير طرابلس بتلك الميليشيات؟ هو ذهب من أجل أن يعيش المواطن الليبي في أمن وأمان، أن لا يكون محتاج لأي شيء سواء كان من الضروريات أو من الكماليات. ليبيا غنية بخيراتها بثرواتها. هو أيضا أشار سيادة المشير إلى أن الهدف هو وطني صرف، من يريد أن يدخل طرابلس لتحريره هو جيش ليبي، هو جيش وطني من كافة ليبيا، غير مقتصر على منطقة معينة أو قبيلة، هو جيش ليبي بكامل. هو أكد وخاطب جنوده بأن يحافظوا على سلامة المواطن في طرابلس، يحافظوا على ممتلكات المواطن ويحافظوا على ممتلكات الدولة. أيضا هذا الخطاب كان يؤكد على إصرار الجيش متمثل في سيادة المشير في استرداد السيادة على ليبيا التي لازالت الحقيقة وللأسف الشديد منتهكة حتى الآن في بعض الأجزاء في 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 أقصى الجنوب الغربي. فكل ما ورد في كلمة سيادة المشير الليلة هي تعطي إن الجيش هو جيش وطن ليبي، وهو لا مبتغى له من وراء هذه الحرب إلا تحرير طرابلس من عصابات مسيطرة عليها، وأن يعيش المواطن الليبي حياة كريمة. فكل هذا هو الملخص، وفي نفس الوقت كان يشد على أيدي جنوده ويرفع من معنوياتهم لكي يواصلوا حراكهم، هذا الحراك الذي شرفهم وشرفنا الحقيقة، لأنه هو حراك وطني من أجل تحرير ليبيا التي ضاعت في خلال 4 سنوات، ضاعت أمنيا وضاعت في ممتلكات من الدينار ومن العملة الصعبة، لم يضيعه النظام السابق طيلة 42 سنة، ما ضاع في خلال 4 سنوات تحت المجلس الرئاسي لو تم احتسابه، ولو تم احتساب الانتهاكات الأمنية التي تحدث الآن منذ 4 سنوات. هذه ستجد الفرق شاسع ما بين بالأرقام ما بين هذه الفترة وما بين فترة 42 سنة التي حكمها معمر القذافي. فإذا كان الشعب ثار على معمر القذافي من أجل أشياء بالمقارنة بالأشياء التي فقدناها الآن بسيطة، فما بالك بنا نحن كشعب الآن بعد أن رأينا عشرات المليارات، ورأينا السيادة الليبية منتهكة بالكامل، رأينا الأزمات تتضاعف كل يوم، معاناة المواطن تتضاعف كل يوم. فبالضرورة الدخول في هذه الحرب، وهي ليست حرب على طرابلس، ليست حرب على منطقة في ليبيا بعينها،
وإنما حرب على عصابات مسيطرة بالكامل على مقدرات الشعب الليبي، وعصابات انتهكت السيادة الليبية بفتح أبواب ليبيا للمخابرات الأجنبية التي تصول وتجول في الجنوب الغربي خاصة. نعم. في هذه الفترة. اسمح لي أن أرحب الآن بالأستاذ فراج العجيل المدير التنفيذي لمنظمة راصد الدولي لحقوق الإنسان، ينضم إلي عبر سكايب من لندن. أستاذ فراج، حسب قراءتك لهذه الكلمة الهامة التي ألقاها القائد العام قبل قليل، برأيك هل هي موجهة لجنود الجيش فقط أم أنها أيضا تحمل في طياتها رسائل تطمينية للداخل والخارج؟ مساء النور لك ولك. كلمة جاءت في سبع دقائق كانت مركبة وعميقة، تحمل من المعاني الكثير وتحمل من الرسائل الكثير، سواء كانت رسائل للداخل أم رسائل للخارج كذلك. الملاحظ من خلال الكلمة أن هي كلمة تقنية أولا لأهلنا وفي سكان العاصمة، كلمة تقنية للشعب الليبي بأن مرحلة الحسم قريبة جدا وهذه قراءات عسكرية. نعم. اسمح لي لو سمحت لي أستاذ فرج، يبدو أن في مشكلة في الصوت، سوف نحاول الاتصال بك مجددا. اسمح لي أن أنتقل الآن لرحب بالدكتور العربي الورفلي المحلل السياسي. دكتور أهلا بك. مساء الخير دكتور أحمد ومساء الخير لضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. قراءتك لكلمة القائد العام دكتور. نعم، تابعنا كلمة سيادة المشير، وهي في حقيقة الأمر كلمة مهمة وجاءت في توقيت مناسب، وكلمة تحمل يعني عدة عناوين يمكن قراءتها. أولا الشق العسكري، المشير أسس هذه المؤسسة ويعامل في ضباط وجنود القوات المسلحة وكأنهم أبنائه، ووجه لهم كلمة وذكرهم برسالتهم والهدف المنشود، ذكرهم بالانتصارات السابقة وأيضا ذكر الشهداء وذكر الدماء والتضحيات من معركة درنا إلى بنغازي إلى وصولا إلى طرابلس. إذن هذا شق عسكري يفهمه العسكريون وبالتأكيد لها صدى في نفوس كل جندي وكل ضابط، ونحن هنا نحييهم وهم على تخوم مدينة طرابلس ونشهد تقدمات بانتظار إن شاء الله النصر المبين. الشق أيضا هناك شق إنساني، حيث أوصى بأهل طرابلس خير، قال لهم يعني حافظوا على الممتلكات، حافظوا على الممتلكات العامة الممتلكات الخاصة، وهنا طبعا الإنسان يشعر بتخوف. يعني لدينا دروس في الماضي، سنة 2011 تم نهب مدينة طرابلس، تم نهب الممتلكات، تم نهب أرزاق الناس، تم الاعتداء على أعراض وحرمات الناس، المؤسسات العامة أيضا تعرضت إلى نهب مشين، وبالتالي هي كلمة مهمة. أهل طرابلس ينتظرون بفارغ الصبر دخول الجيش الليبي للتلاحم معه، وسوف يعملون على تأمين مدينة طرابلس. أيضا هناك شق آخر وهو يتعلق بربما الجانب الدولي، أكد سيادة المشير بأن الجيش هو صمام الأمن والأمان للليبيين، وبأنه هو عامل استقرار لليبيا، وبأن لا يمكن أبدا النهوض بهذا البلد بدون قوة عسكرية تحمي الوطن والمواطن. أيضا في نقطة ربما في هذا التوقيت المناسب، ربما جاءت للرد على المشككين، جاءت للرد على ربما الجلسات التي تحصل هنا وهناك في تونس وبعض الدول الأخرى من يقولون ربما انطلاق أو العودة إلى العملية السياسية، وهي عملية سياسية انهارت برمتها. أيضا يعني نحن لم تكن لدينا عملية سياسية حتى نعود لها، جربنا كل الحوارات وجربنا دكتور. إذن أن تؤكد أن توقيت هذه الكلمة الآن للقائد العام كانت أيضا لتقطع الطريق أمام أي محاولة تقودها بعض الدول لإيقاف النار وإنقاذ الميليشيات الإرهابية؟ بالتأكيد دكتور أحمد، بالتأكيد جاءت في هذا التوقيت المناسب، لأن أنت تعرف هناك تحركات نشهدها في تونس، رأينا السراجي اجتمع بقائم بأعمال الأمريكي، رأينا بشاغة يدور في تونس، رأينا ربما هذا المشري، أطراف يحاولون لملمة الموضوع ربما والضغط هنا وهناك، ولكن سيادة المشير والمؤسسة العسكرية جاءت لتحسم الأمر بأن لا تراجع عن الهدف المنشود.
اصلا هو هذا الامل للمواطن الليبي. لا قدر الله اذا تراجع الجيش او ضغطت اطراف هنا وهناك هذا الامل سوف يتلاشى. المواطن الليبي الان يتوق والان بشوق الى استقبال الجنود في القضاء على هذه الميليشيات. كلمة سيادة المشير كانت واضحة، لا تأخذكم الرافضة هؤلاء المجرمين، هؤلاء المجرمين لا يمكن التعايش معهم في بلد مثل ليبيا. أعطوهم الفرصة تلو الفرصة، 9 سنوات أخي أحمد الآن، الفرصة تلو الفرصة، ولكنهم أضاعوا كل الفرص، وبدل ما ينهضوا بهذا البلد أصبحنا في مازق نهب المال العام. الجرائم كل يوم جريمة، أنت تعرف أن مدينة طرابلس شهدت جرائم على سنوات، يعني سنوات ماضية شهدت جرائم وشهدت اغتيالات وشهدت اعتداء على حرمات الناس. إذن الأمل هنا هو الجيش الوطني. المواطن الآن يتوق، المواطن الآن سوف يتلاحم مع المؤسسة العسكرية، وصدقني الجميع على تواصل بأهل طرابلس يرحبون بالمؤسسة العسكرية. أيضا هناك نقطة مهمة، كلمة سيادة المشير موجهة إلى مؤسسة لها تراتبية، لها لوائح ولها قوانين تعمل بها، عكس الطرف الآخر السراج لا يستطيع الخروج وأعطاء أمر من الأوامر لهذه الميليشيات، لأن الميليشيات مشتتة، ميليشيات لا يحكمها قانون، ميليشيات هكذا أغلبهم ناس مدنيين مارسوا الإجرام. رغم أن سيادة المشير ونحن قدمنا المناشدات لهؤلاء الشباب بترك السلاح والعودة إلى مدنهم والحفاظ على حياتهم، يعني قال لهم ألقوا السلاح، إنسان جاي بحاربك ولا بواجهك هذا ما عندك ليه كان المواجهة. أيضا المجرمين سوف يتم أيضا في وقت لاحق إذا ما دخل الجيش لمدينة طرابلس تأمين كل المؤسسات وملاحقة المجرمين والقبض عليهم. أهل طرابلس طبعا يعرفوا المجرمين، يعني هناك شباب دايرين حتى قوائم بعدد المجرمين والميليشيات التي اعتدت على المؤسسات واعتدت على الحرمات واعتدت على أعراض الناس. هؤلاء سوف يتم ملاحقتهم بعد إقفال المنافذ عليهم، المطار والمنافذ طبعا لنواحي طارية فقط، ربما يتم القفل مؤقتا، وبالتالي سوف نسعى، يعني يسعى الجميع إلى تأمين طرابلس شارع شارع بيت بيت. يعني هذه مدينة قال سيادة المشير بأنها مدينة عاصمة لكل الليبيين وسوف تنعم بالسلام. مدينة طرابلس 9 سنوات لم تنعم بهذا السلام، رأينا حروب طاحنة قامت في داخل مدينة طرابلس بين هذه الميليشيات راح ضحية المواطنين وممتلكات المواطنين. إذن باختصار شديد هي كلمة مهمة وجاءت في وقت وجاءت أصلا المعنويات مرتفعة وموجودة تعانق السماء، كل ضباطنا وكل جنودنا الله يبارك فيهم الآن مستعدين. أعتقد بأن قراءة أخرى بأن عملية الحسم قد اقتربت، يعني ربما تحمل في مضمون تتضمن هذه الكلمة الاقتراب من اقتحام مدينة طرابلس وإسقاط كل هذه المؤسسات المشينة، كل هذه المؤسسات التي مارست الإرهاب والتي جتمت على صدور الليبيين من مجلس دولة إلى مجلس رئاسي إلى مصرف المركزي. كل هذه المؤسسات بحاجة إلى تحرير وبحاجة إلى إنهاء. طبعا هناك مؤسسات مالية سوف يتم تأمينها، هناك شركات، هناك أيضا رسائل ربما توجه إلى جاليات أجنبية وسفارات. وصدقني إذا ما دخل الجيش إلى مدينة طرابلس سوف نرى في اليوم التالي كل القنصليات الأجنبية والسفارات سوف تفتح أبوابها، لأن الجيش سوف يضمن ذلك. الجيش هو صمام الأمن والأمان. طيب ابقى معي دكتور، أنتقل الآن مجددا إلى الأستاذ فرج العجيل. أستاذ فرج هل أنت معي الآن؟ معك. قبل قليل سألتك هل كلمة القائد العام هذا موجهة لجنود الجيش فقط أم أنها أيضا تحمل في طياتها بعض الرسائل التطمينية للداخل والخارج؟ نعم، أولا مساء الخير. هذه الكلمة زادت بحدود 7 دقائق ولكن كانت مركزة وعميقة جدا وتحمل من المعاني الكثير ومن ذلك تحمل من الرسائل الكثير، سواء كانت رسائل موجهة للداخل أم رسائل موجهة للخارجي نفس المنطقة. أما الرسائل التي موجهة للداخل، أولا هو تطمين لسكان العاصمة وتطمين لكل الشعب الليبي بأن عملية التحرير وعملية المعركة في مواجهة الإرهاب مستمرة وأن هذه المهمة الوطنية لن تتوقف إلا
في تحرير العاصمة التي البقعة الوحيدة اللي موجودة حتى هذه اللحظة تحت سيطرة الميليشيات والإرهاب. كذلك هي رسالة لجنودنا البواصل برفع معنوياتهم وتوصياتهم للمحافظة على الأملاك والأرواح والناس واحترام القانون، وهي كذلك رسالة من الجيش بأن الجيش المصري تحترم القانون وتتعامل مع المواطن الليبي كمواطن. كذلك يقرأ من خلال هذه الرسالة بأن من للخارج أن هذه المهمة مستمرة، أن محاولات اللعب على هذه المهمة بإحقاقها من قبل أطراف دولية ستكون بإذن الله فاشلة، لأن هذه مهمة وطنية مستمرين فيها، وأن هي حرب على الإرهاب وليست حرب من أجل السلطة أو من أجل أي شيء آخر. فأعتقد أن كنا بالكامل في انتظار هذه الكلمة المهمة التي جاءت في توقيت مناسب بعد أكثر من شهرين، أو نحن داخلين على الشهر الثالث في هذه العمليات، هذه العملية العسكرية التي قام بها الجيش بمنتهى الاحترافية ومنتهى الانضباطية. نعم كانت هناك بعض الأخطاء وهذه أمر عادي جدا، ولكن دائما الهدف نبيل، الهدف وطني، الهدف سامي، ومن بعده بإذن الله نرى بشائر الخير، بشائر الفرج، الدولة التي نحلم بها جميعا، دولة المؤسسات. واعتقد أن اللقاء الصحفي الذي أجراه أستاذ عيسى عبد القيوم مع القائد العام للجيش الليبي كان يحمل أكثر من هذه الكلمة من تطمينات سواء للداخل والخارج، لأن الجيش لا يسعى للسلطة، إنما يسعى إلى إقامة الدولة المدنية، يسعى إلى حماية الانتخابات، حماية الديمقراطية، وأن هذه المهمة التي يقوم بها الجيش الآن هو عمل موجه ضد الإرهاب، موجه ضد الخارج على القانون. لا أحد يستطيع أن ينكر بأن طرابلس من بداية دخول المجلس الرئاسي على الفرقاطة لميلاد وستة وحتى هذه اللحظة سيطرة كاملة للميليشيات، سيطرة كاملة للإرهاب، السراج وعبارة عن دمية يحركوها كما شاءوا، وعبارة عن مجرد موظف عام يملك حق التوقيع على أموال ليبيا. وللأسف هذا الرجل سيحاكم بإذن الله الفساد الذي حدث. أعتقد أن بعض الزملاء أشاروا بأن المرحلة القادمة ستكون هناك تحقيقات، ستكون هناك ملفات تتعلق بفساد مالي، فساد إداري، وأن الحفاظ على المستندات والحفاظ على هذه الملفات خاصة المستندات الموجودة في مصرف ليبيا المركزي باعتبار أن هذه مؤسسة وطنية وهذه وثائق وطنية تهم الشعب الليبي كله بالكامل، لأن سنعرف من خلالها أين ذهبت هذه الأموال. الرسائل الأخرى للخارج، أنا يعني من شهرين مثلا كان هناك يعني لدي صديق لدي علاقة ممتازة جدا بأحد لوردات مجلس الشيوخ في بريطانيا، ورتب لنا لقاء وطلب مني ترشيح بعض الأشخاص لهذا اللقاء، فرشحت الدكتور عبد الله العثامنة وذهبنا وجلسنا معه لمدة ساعتين متتاليتين. الذي لفت انتباهي في خلال النقاش معه بأنه هو كدولة يعني بريطانيا لا تستطيع أن تستهدف بقدراتها السياسية والأمنية، كان مركز على جزئية واحدة فقط لا غير، وقال لنا بالحق الوعد هل هناك ضمان لإقامة دولة مدنية وإقامة انتخابات في ليبيا؟ فقلنا له نعم بإذن الله، الجيش حريص جدا على إقامة الدولة المدنية، والجيش حريص جدا على تأليل الانتخابات، وسترى بهم عينيك بمجرد تم تحليل طرابلس بإذن الله أن العملية الانتقالية ستأخذ وقت قصير جدا، ومن ثم سننتقل إلى عملية ديمقراطية متعلقة بانتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وهذا بإذن الله. نعم بإذن الله. أنتقل الآن لرحب بالدكتور راقي المسماري الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. دكتور راقي أهلا بك. ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور ما هي انطباعاتك على كلمة القائد العام
وهل تعتقد أيضا أنها حملت في طياتها رسائل للرد على كل المحاولات المبذولة من بعض الدول للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنقاذ الجماعات الإرهابية المتحصنة في مدينة طرابلس، مفادها أننا مستمرون وأن الحسم العسكري بات قريبا جدا؟ هو في البداية طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية لضيوف الكرام ومشاهديك الكرام. أهلا. لقناة الحدث. في البداية الحقيقة أن كلمة المشير لها نواحي شكلية ولها نواحي موضوعية. يعني من ناحية الشكل ظهر المشير بشكل قوي من خلال مخارج الألفاظ في الكلمة التي ألقاها، تعني أن هناك ثقة واطمئنان في القوات التي وجه إليها الرسالة، لأن الرسالة في الموضوع بشكل رئيسي موجهة للقوات المكلفة بعملية تحرير طرابلس. حملت في داخلها رسالتين، رسالة للداخل تطمين لأهلنا في طرابلس العاصمة أن الجيش سيعمل على الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. الرسالة الأخرى للخارج، الرسالة للخارج تتمثل في الآتي، أن رسالة أن هناك جيش في ليبيا قوي طبقا لمقررات الشرعية الدولية من باريس إلى باليرمو إلى اتفاق أبو ظبي الذي لم يتمكن السراج من الالتزام بما في أبو ظبي من تنفيذ ما التزم به في أبو ظبي. العالم يعمل في السياسة على حساباتهم، يخرجون أرقام، الأرقام هذه يكون عدها في أيديهم 1+1=2. العالم عارف أن في باليرمو وفي باريس وفي اتفاق أبو ظبي كان هناك قرارات مهمة ونصوص داخل الإعلانات النهائية أو البيانات النهائية لباليرمو وباريس دخول الجيش وسيطرته على طرابلس لإجراء انتخابات. هذا في الشق الدولي. المشير كذلك يوجه في رسائل أخرى، لأن الشق الدولي الطرف الذي يميل ما يسمى بالوفاق أو يساعد الميليشيات، هذا الطرف يواجه انحسار دولي كبير جدا في هذه الفترة. قطر متورطة في تفجيرات وفي علاقات بجماعات إرهابية ومنظمات مثل القاعدة. تركيا منحصرة سياسيا من الداخل نتيجة انتخابات أنقرة واسطنبول وفوز الأحزاب المعارضة الأخرى لحزب الرفاه والتنمية، وكذلك انحسار دولي في قضية قبرص ومنع تركيا عن التنقيب وما إلى ذلك من تورط تركيا المباشر في مد الميليشيات في طرابلس بالسلاح. هذه أمور يجب أن تكون لها حسابات. العالم تغير، والكتلة السياسية التي كانت تناصر جماعات الإسلام السياسي فيما بعد ثورات الربيع العربي، هذه الكتلة انحصرت، سواء الديمقراطيين في أمريكا أو الأحرار وما إلى ذلك في إنجلترا. الآن أتى الجمهوريين في أمريكا برئاسة ترامب، وأتى الإنجليز المحافظين في بريطانيا برئاسة بوريس جونسون. المواضيع تغيرت تماما، والطرف الآخر على ما يبدو أن قراءاتهم قاصرة فيما يتعلق بعملية أنه يمنع الجيش من دخول طرابلس. عملية دخول الجيش لطرابلس قد تكون نتيجة قوة الجيش محليا في عملية دخوله لطرابلس، أو سيفرض المجتمع الدولي قرارات دولية بضرورة إدخال الجيش لطرابلس وتسليم الميليشيات. هذه الأمور الآن أصبحت واضحة تماما، لا أحد يستطيع المواربة فيها أو نكرانها. الآن الأمور أصبحت في هذا الاتجاه، إما أن يدخل الجيش لطرابلس بالقوة، وإما أن يدخل الجيش لطرابلس عبر أي اتفاق كان. الجيش ضروري أن يدخل طرابلس، لأن المقررات الدولية هي من قالت ذلك، والمقررات الدولية هذه شبه قرارات ملزمة، لأن الدول الفاعلة في هذه المقررات سواء باريس أو باليرمو أو حتى الاتفاق الذي التزم فيه السراج بهذا الكلام في أبو ظبي، كان ممكن غسل سلامة عامة حتى على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو ذكره حتى في الإيحاءات حسب ما نسمع. سيتم فرض هذا الأمر عن طريق مجلس الأمن. الذي يجب أن يعلم هو يدركه الليبيون سواء أهلنا في العاصمة أو بقية نواحي ليبيا كاملة، وهي كلها يسيطر عليها الجيش الآن. الذي يجب أن يدركه أن الطرف الذي يدافع الآن عن طرابلس، يدعي عملية الدفاع عن طرابلس، هو طرف مشوب بعيوب جسيمة، ومنها أن في منهم من ثابت عليه الإرهاب،
في منهم من ثابت عليه مطلوب دوليا، في منهم من ثابت عليه تجارة البشر، في منهم من ثابت عليه تجارة الوقود والتهريب. كل هؤلاء هم الآن الذين يقاتلون. العالم ينظر بعين واضحة للمسألة، يعني نقول وللأسف يعني القتلى الذين سقطوا من 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 الفريق الميليشياوي ما فيهمش خمس عسكريين من قرابة 1000، ما فيش خمس عسكريين على بعضهم من قرابة 1000. اللي قتلوا من؟ اللي قتلوا ناس مدنيين، بينما الجيش ما فيش مدنيين، كل الذين بيرتبوا بأرقام عسكرية نظامية. هذا جيش ذهب إلى العاصمة. أن العالم لا يرى الأمور بعاطفة، لا يرى الأمور من هذا، يرى الأمور بحسابات. لا. من مات هنا ومن مات هنا، من الذي يريد التحرير ومن الذي يدعي الدفاع. هذه أمور واضحة. رسالة المشير حقيقة كانت قوية، كانت واضحة، كان فيها أن الرجل يدرك ويعلم العالم كيف يسير، والعالم أحرقت أنهم لن العالم. العالم اليوم نحن نتحدث بتاريخ 24/7/2019، يعني أمس المندوب الأمريكي، أمريكا باحثة مندوب يساعد على عملية إنهاء المفاوضات بين كتلة التغيير والمجلس العسكري. أمريكا مقتنعة بضرورة تسليم السودان لمجلس عسكري، لأن المجلس العسكري في مصر نجح في ترسيخ الديمقراطية. المجلس العسكري في تونس هو اللي سلم الدولة لمرحلة ديمقراطية. في الفوضى اللي سايرة توا في بلدان الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، الفوضى الحالية، لا يكبع جماحها إلا مجلس عسكري لفترة انتقالية، ومن ثم يسلم الحكم للمدنيين عن طريق انتخابات ديمقراطية نزيهة حرة. هذا هو ما القائد العام لقوات المسلحة العربية الليبية يقرأ هذا المشهد تماما ويدرك ما يقول. لذلك ظهر في الصورة على عكس الآخرين. الآخرين الآن لا يظهرون في مؤتمرات صحفية واقفين على أرجلهم أو لا يظهرون تماما. يعني كان بالإمكان أن القيادة العامة لقوات المسلحة توجه الكلمة عبر تسجيل صوتي أو عبر بيان ورقي مثلا، ولكن هناك قوة وثقة واطمئنان فيما يتم توجيه الكلمة إليه. رجل ظهر بوضوح، ظهر بلياشينه وسمته وأنواطه العسكرية، ظهر يتحدث بروية وبحكمة وبتروي وبهدوء تام، الألفاظ تخرج مثلما تقول اللغة العربية. يعني كل هذه دلائل على أن الرجل ظهر بقوة، يقرأ المشهد الدولي تماما، يقرأ المشهد الداخلي تماما. نعم. يثق في قدرات القوات المكلفة بتحرير طرابلس، مطمئن إلى العملية، وبالتالي العالم يقرأ مثل هذه الكلمات من يعني بموجب هذه المعايير التي ذكرتها. طيب. يرون في الرجل أنه الآن ليس قائد جيش فقط، يرى فيه أنه هو الشخصية السياسية ربما اللي تسند إليها المهام في مجلس عسكري أو في أي جسم انتقالي سيادي يمهد لعملية ترسيخ الديمقراطية في ليبيا، ولكن ليس الديمقراطية الحالية. الناس اللي تو تقاتل في طرابلس ويدعوا في المدنية لا نعم. في منطق ولا في الشكل ولا في الموضوع. أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي المهتم بالشأن العام دكتور راخي المسماري. أنتقل الآن لدكتور عبد الرحيم البركي عضو المجلس الاجتماعي ترهونة. دكتور أهلا بك. اهلا وسهلا بك، والتحايا موصوله لكل المشاركين معك في هذا البرنامج. نعم دكتور احمد، دعني اعلق قليلا. نعم هذا هو سؤالي، انا اريد ان اطلب منك التعليق على هذه الكلمه الهامه التي القاها القائد العام المشير خليفه حفتر قبل قليل، وهل تعتقد ان هذه الكلمه تؤكد اننا الان نعيش ساعات مصيريه حاسمه في معركه استعاده الوطن؟ أخي الحديث لك ولكل المتابعين، لقد تابع مجلس مشايخ ترهونة كلمة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر التي تفضل بها مساء هذا اليوم المبارك. وإننا من مدينة ترهونة الحاضنة الأم لعملية طوفان الكرامة نحيي جميع أفراد القوات المسلحة الليبية المرابطين في جبهات القتال والمصممين على إنجاز مشروع عودة سيادة الوطن وتخليصه من عبث الميليشيات وتطهيره من بؤر الإرهاب. نحيي أرواح شهداء القوات المسلحة التي ارتقت إلى ربها. أخي نؤكد على أن ما جاء في كلمة القائد العام التي تضمنت العديد من الرسائل المهمة في هذا الوقت الدقيق والحساس، ولعل أهمها أن هذه الكلمة
قفت وإلى غير رجعة على أحلام الميليشيات والدول الداعمة لهم في بقائهم في المشهد الليبي ولو من زاوية ما يسمى زورا بالحوار السياسي. إن هذه الكلمة أكدت أن الجيش له قيادته الموفقة والمضفرة بعون الله، وله أوامره وحرفيته وانضباطيته، ويعمل لأجل حرية الليبيين وسعادتهم. كما تضمنت أن الجيش تلقى تعليماته اليوم من القائد العام في كيفية المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا إذان بدخول مدينة طرابلس، وأن تكون قوة الجيش النارية موجهة لصدور من آثر الحرب وآمن بمشروع الإرهاب. إن هذه الكلمة فيها رسائل مهمة للمجتمع الدولي بأن الجيش وإن كان يحترم المجتمع الدولي فإنه يقوم بواجبه التاريخي والديني والأخلاقي في تأمين البلاد وعودة سيادة الوطن. إن هذه الكلمة فيها رسائل مهمة لجماهير الشعب الليبي ولأهلنا في مدينة طرابلس إلى أن يستعدوا لاستقبال جيشهم في مساندته وفي مؤازرته. وهذا بالتأكيد قد جاء في هذه الكلمة من خلال الكاريزما الحقيقية التي أشهدها كل الليبيين اليوم في هذا المساء. كما أن هذه الكلمة تؤكد لنا بأن الدولة وسيادتها عائدة بإذن الله تعالى، لأن الجيش الذي تقوده هذه القيادة العامة بهذا الانضباط وبهذه الحرفية وبهذه التراتبية إنه بالفعل فيه من الخير ما فيه. وإن أهلكم في مدينة ترهونة وإن كانوا يعانون من ضيق العيش ومما يمارسه ما تسمى بحكومة الوفاق، لكنهم بهذه الكلمة قد ارتفعت هاماتهم ومعنوياتهم، لأن أهلكم في ترهونة عازمون عندما كانوا محتضنين ولا يزالون للجيش الوطني الليبي والقوات المسلحة، إنهم عازمون على تطهير البلاد. وأن هذه الكلمة قد أكدت لهم بأن الجيش سوف لن يتراجع في تحقيق مشروع عودة سيادة الوطن وتأمين مدينة طرابلس من عبث الميليشيات ومن عبث الإرهابيين. تحية لكم أستاذ أحمد ولكل الضيوف الكرام، والنصر بإذن الله حليفنا بإذن الله، لأننا على حق ولأن القائد العام يقود هذه المؤسسة العسكرية، هذا المشروع الحقيقي الوطني، هذا الخلاص النهائي لعودة سيادة الوطن بإذن الله تعالى. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك عضو المجلس الاجتماعي ترهونة دكتور عبد الرحيم البركي. أنتقل الآن لأرحب بعلام الفلاح الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. أستاذ علام أهلا بك. مرحبا بك أحمد وبمشاهديك الكرام. كيف تعلق على كلمة القائد العام؟ كلمة القائد العام حقيقة الأمر أن فيها عديد من الرسائل. الرسالة الأولى والمباشرة أن الذي يحدث في طرابلس سوف يتم من خلال حسم عسكري، إنهاء هذه الميليشيات، سحب هذا السلاح، فرض الأمن بقوة الدولة وبقوة الأجهزة الأمنية والشرطية. ومن يتحدث عن أنه ربما ندخل في حوار وندخل في تشاور وندخل في تواصل مع هذه الميليشيات التي هي مسيطرة على طرابلس منذ سنوات، هذا أمر كلمة المشير يعني ذهبت بعيدا عنه، والحديث مباشر أنه لن يكون هناك حوار مع هذه المجاميع. الرسالة الثانية للعسكريين سواء كانوا جنود أو ضباط الذين هم على تخوم طرابلس الآن، وأرسل لهم رسالة من خلال شقين. الشق الأول أن هناك وعد ديني يجب أن
ينتبه إليه، حرمة الدم الليبي وحرمة الاغتصاب وحرمة التفريط وحرمة التدمير والتكسير والتخريب، ويجب أن تكون الرسالة هذه موجودة. الشق الثاني أن هناك تراتبية عسكرية وأن هناك أوامر عسكرية وقانون عسكري يحكم العمل ويحكم المبادرات ويحكم أوقات السلم وأوقات الحرب، حتى لا يحدث يعني فوضى ولا تحدث انحراف في العملية العسكرية. الرسالة الثالثة لإخوتنا في طرابلس أن الجيش الذي هو داخل لطرابلس لتحريرها منضبط، يعمل بأوامر، يعمل بحرفية، يعمل من خلال تعليمات مرؤوسين، وآتي إلى طرابلس لتحريرها وليس لأي شيء آخر. الرسالة الأخرى لبعض من الشباب المنخرط في المجاميع التي تقف الآن حائل دون دخول الجيش لطرابلس بشكل سلمي، عليهم أن ينحازوا لمشروع الوطن، عليهم أن يتركوا هذه الميليشيات ويتركوا قادة هذه الميليشيات الذين ورطوهم في معارك لا طائل منها وهي تدمر الوطن وتخرب إرادته. وأعطى لهم سيد القائد العام باب مفتوح للانسحاب، وقال مرارا وتكرارا من يحمل الراية البيضاء سوف يتم النظر إليه، وموجود نحن كمجتمع شرقي وعادات وتقاليد ليبية، هناك عفو عام وهناك مصالحة وإلى آخره. الرسالة الأخرى لكل الليبيين أن من يتحدث عن موضوع تقسيم، موضوع تجزئة ليبيا، موضوع المؤامرة على الوطن كوحدة واحدة، هذا أمر غير موجود. بالإشارة إلى عاصمة الليبيين هي طرابلس، عاصمة كل الليبيين هي طرابلس، وقررها سيادة مشير في أكثر من موضع في كلمته، وهذا دليل أن الشيش يحمل على عاتقه وحدة وسيادة الدولة الليبية. رسالة أخرى من السيد المشير للمجتمع الدولي أن ليبيا سوف لن تقف مكتوبة الأيدي أمام هذه المجاميع سواء كانت ميليشيوية أو إرهابية. وأيضا أكد السيد المشير في كلمته للمجاميع نفسها والتي هي خارج ليبيا أن دخولكم أو اتيانكم إلى ليبيا سوف يقابل بقوة وبصرامة وبحزم، وسوف يتم القضاء عليكم، وليبيا ليست كما يخيل لكم أو يقول لكم الإخوان المسلمين أنها أرض خصبة وأنها هي سوف تكون إمارة الإخوان المسلمين وهي باب دخل للإخوان المسلمين. إشارة إلى هؤلاء في الخارج أن مجيئكم إلى ليبيا سوف تدفنون فيها، وهو ما قاله منذ سنوات ويكرره اليوم. هذه الرسائل واضحة من قبل السيد القائد العام. أيضا رسالة لكل الليبيين أن الجيش هو جيش ليبيا، وأن القيادة العامة للجيش تعمل من أجل استتباب الأمن والسيطرة على الدولة من خلال أمن منضبط ومحترف، وأن تحرير العاصمة طاب قوسين أو أدنى، وأن يتطلع الليبيين إلى بناء ليبيا الحديثة من خلال حرية وديمقراطية مدنية فعلا وليس من خلال ما يروج له المسيطرين أو السلطة التي هي الآن متواجدة في طرابلس بأن تبحث عن دولة مدنية. كيف تبحث عن دولة مدنية والميليشيات هي التي مسيطرة منذ عشرات سنوات على طرابلس؟ أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمهتم بشأن العام الأستاذ علام الفلاح. أنتقل مجددا لضيفي هنا في الاستوديو المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ سميح الأطرش. أستاذ سميح، القائد العام قال لا تأخذكم رأفة أو شفقة بمن ظل سواء، هو يخاطب جنوده في كيفية التعامل مع التنظيمات الإرهابية المتحصنة في مدينة طرابلس. هل لي بعد أن استمعنا لهذه التعليمات أن أسألك عن توقعاتك لمستقبل التنظيمات الإرهابية في ليبيا؟ نعتقد أن التنظيمات الإرهابية في ليبيا سوف لن يكون لها وجود ولن تقوم لهم قائمة، وهما في حكم المنتهيين من غير شك. يعني أمر ليس بالهين، موضوع يتعلق بالليبيين، الليبيين كلهم أصبح ما عندهمش حاضنة، ما عندهمش مكان يجدوا فيه قبول لهم، فأصبحوا كأنهم جسم نشاز، جسم غريب، وبالتالي كلهم يعني جماعات إرهابية بنفصلهم نحن شوية كيف ما جزئوا الجماعة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، إحنا بخلون كلهم في شيء واحد مش تسهل العملية للمواطن البسيط ويستوعبنا ويفهمنا كويس. أن هذه الجماعات الإرهابية عندك مجموعة اللي هو هدوا فينا توا إدلب جايين، ما فيش حد هيطلع لك من إدلب ولا جاينا حد من إدلب كويس، ولا لأن لو جو
سيجدوا النهاية بتاعهم. قلت قبل ما يجوا هم يسألوا فيهم الليبيين ويقول لهم الجو عندكم شنو، كويس ولا مش كويس، نقدر نذبحوا ونسرقوا وننهبوا ونديروا ولا لا؟ حيقولوا لهم على طول من غادي، يقولوا خليكم غادي رام هنا فطنوا لهم ومع شبوكم. الإرهاب أصبح مرفوض سيد أحمد، ما عادش فيه إرهاب، انتهى، سينتهي، يعني سينتهي على يد الجيش الليبي، هذه الحقيقة، لأن احنا شاهدنا بأم عيننا التفجيرات والذبح والغير، كله شفناه، شفنا اللي نحن لا نتخيل نشوفه في حياتنا، شفناه بأم عيننا. إذن لا محل الإرهاب حيكون في ليبيا، حتى الجماعات الإرهابية والمجموعات كذلك المساعدة لهم، حتى هم أصبحوا في حكم الأشخاص غير مرغوب فيهم. طيب الداعمون للتنظيمات الإرهابية على رأسهم المشري السراج وبشاغة جميعهم الآن متواجدون في تونس العاصمة، هل تعتقد أنه ربما بعد إعلان القائد العام وإصداره لأوامره لجنوده وأنه الآن تحركات على الأرض بدأت فعلا في محاور القتال في طرابلس وفي المنطقة الغربية، ربما هؤلاء سيقرروا البقاء هناك في الخارج؟ نعم سيد أحمد، باش نحن نأسسه لكل شيء دون تأسيس، يعني نعدوه نجهزوه، فنعتقد أن المشري، من هو المشري؟ مهما يكون تقول لي إسلامي والله ما نعرف، أنا شخصيا ما نعرفه ولا نبي نعرفه كويس، ولكن ولكن المشري كان عضو في المؤتمر الوطني، مش هذا بتاع اليافطة اللي كروها هيك وحولوها من المؤتمر الوطني العام، تم تهيئة مجلس الدولة، مجلس الدولة لا قبل استشاري، وهي استشارية حطوه دروا مجلس الدولة، مش هم هذول، هذول مجموعة عصابة حائزة على كراسي من خلال اتفاق الاسخيرات، نعتقد اللي خلقوه هم، هم استغلوا جهدنا وعطائنا ونضالنا كويس، خدوه هم بينه وبينك مغمس في عسل وبالتالي استفادوا منه. هذا المشري. السيد باشا أغا مش هو اللي كان يقبض على مجموعه من الـ من الـ من الـ اخر واحد كان من كان السيد اللي هو رئيس او مؤسسه الوطنيه للنفط او وزير المؤسسه الوطنيه للنفط، عفوا بالي العروسي نفط. كان وزير نفط سابق، رئيس النفط سابق، وهو منتمي لجماعه الاخوان المسلمين، مش هذا مش قاضين عليه؟ اذا هذو الناس كما تدين تدان. انت رجل جيت للمنصب باش تعذب وباش تقتل وباش تكسر وباش تسرق وباش كذا، لا مكان لك، واي كان راهو افضل استاذ احمد، اي كان لن يكون له محل، اي حد يسرق ينهب يقتل يذبح يعذب غيره لن يكون له مكان في دوله ليبيا. هذا اللي يقصد المشير خليفه حفتر، هذا الصحيح، لان هو نفسه ذاق الالم هذا، لازم نعرف تاريخه، من تاريخ الرجل هذا، شنو دوده، كيف عينوه البرلمان، كيف كذا، رجل مناضل من الطراز الاول كيف، وبالتالي ما ذكر كان يعني هالاشياء هذه كلها. نعم نعم اعود الى الدكتور عاطف، انا ما كملت الحسين، سوف اعود اليك مجددا المحامي والحقوق الاستاذ سميح الاطرش، وايضا بعد قليل ساسالك على المطلوب من اهل طرابلس الان. السراج سيدي سيد احمد السراج لما طلع، احنا قلنا السراج، انت حددت لي السراج، حددت بشاغه ومشري، حددت لي المشري. نعم اذا دوينا على الاثنين هذول، بشاغه اعطيناه والاخر السيد الاخر اعطيناه بالحق، والله بالحق. نعم. والله ما نعرفهم ولا بينه وبينهم عداء بتجرد كامل، لأن الناس دمروا ليبيا يا أستاذ أحمد، بس خلى الناس تجوعوا، أبدأ مننا، أنا جيعان، أنا جيعان، لا إله إلا الله، الحمد لله. إيش تبي يقول لك، يعني يقول لك أكثر من هيك؟ نعم. الآخر السيد سموه السراج، سراج. السراج هذا الرجل رجل بسيط جدا، رجل بسيط جدا، ونعتقد أنه مهندس، يعمل مهندس كويس، وجاء قعد في البرلمان واشتغل في البرلمان فترة معينة، وهناك نص حتى في قانون البرلمان للبرلمانيين اللي حضروا معاه يقول إنه لا يحق لعضو مجلس النواب أن يشغل منصب إداري وظيفي بدرجة وزير في أي وزارة تشكل، معروفة هذه. كيف يقبلوها؟ أنا هذا كويشن مارك عليه عالم سفهم. إذن اتفاق الاسخيرات اتفاق مشوب بعيوب كثيرة، قلناها في حلقات سابقة مع سيادتك أستاذ أحمد. هذه المعاناة ستنتهي قريبا الآن بعد إعلان القائد العام هذا؟ الخلاصة هي هذه، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي قال أن الشعب الليبي سيسعد سيتمتع بخيراته، نحن نقول له حتى كان ما جاش خير نحن راضيين بها، هو قال تخلصنا من الإرهاب الذبح يا أستاذ أحمد، مش تاكل كونفليكس وتذبح، لا هذا حيذبحك بس. هو قال القائد العام في كلمته التي ألقاها قبل قليل، تحدث على أن المرحلة القادمة سيكون فيها الأمن والأمان والشعب الليبي سينعم بخيراته. نعم. هل تعتقد أنها
ستكون ركائز المرحلة القادمة. نعم حيكون بهذا الشكل وهو شيء طبيعي، لأن القائد العام يعلم، قائد عام للجيش الليبي مش موظف في هذا، عارف إمكانيات الدولة الليبية. الدولة الليبية نحن قلناها من قبل أنها غنية جدا بأموال ومن ذهب ومن خيرات، يكفي بتاع جنوب أفريقيا بس. شعب الليبي عنده 30-40 سنة قدام حيعيش في خير مهما سرقوا مهما نهبوا. طيب. ولكن القائد العام للجيش الليبي يقصد من هذه أن الأمن والأمان، أن الأمن اللي موجود في بنغازي أمن على قمته يا أستاذ أحمد، هذه الحقيقة بتاعه، ولكن الاختراقات توقعوها وستتوقعوها أخرى، حتجدوها يعني مستقبلا موجودة. أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا لم يستطيعوا أن يقضوا على الإرهاب أبدا، ولن يستطيعوا أن يقضوا. أعود إليك دكتور عاطف الحسية، الأمن والأمان والتمتع بخيرات البلاد هي ركائز ثلاث تحدث عنها القائد العام في كلمته التي ألقاها قبل قليل، يمكن أن نقول أنها ستكون الركائز الأساسية التي ستطبع المرحلة القادمة. هو في 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 يعني في طور التأسيس لدولة الركيزة الأساسية والرئيسية هي الأمن والاستقرار. أنا أعتقد بأن كل ما يحدث الآن هو محاولة تنصيب هذه الركيزة الأساسية في استعادة الوطن كدولة، كدولة تعرف كدولة أكاديميا وأدبيا بأن هذه دولة بمقدراتها يمكن السيادة عليها. أما الأشياء الأخرى التي ستكون تحديات كبيرة لدى أي حكومة في ليبيا هي مسألة الروافد لهذه الدولة. أهم هذه الروافد هي الروافد الاقتصادية، واللي قلنا عليه مسألة الرخاء، لن يكون الليبيين رخاء إلا بعد بعض القرارات الصعبة وحتى التحديات الصعبة حتى لدى الشعب الليبي. يعني العديد منها عرفها الشعب الليبي من زمان وعرفها كويس، بأن الفساد المقوض الأساسي والرئيسي لأي مساعي للرخاء، وهذه مسألة مهمة جدا. اللي يجب الانتباه إليه بأن مسألة الأمن والاستقرار هي مسألة أمنية وعسكرية بالدرجة الأولى، لكن يجب أن يخرج بعد هذه العملية بأن ما نفقدوش حقنا، يعني يجب أن ينفذ القانون، ويجب أن يلاحق كل من نهب وسرق وقوض تكوين هذه الدولة من بدايتها. يعني فالمساعي اللي سؤالك حتى علي ليش يذهبوا برا، يطلعوا برا ليبيا ويجتمعوا، هم في الواقع في عقلهم الباطني بيرتب هروبة، لأن الدلائل والبراهين لن يكون لهم أي، يعني حتى ولو نجحوا عد الدلائل بسيطة، لكن كل دكتور ما فهموا منك أنه تواجد القيادات الإرهابية الثلاث، فتحي باشاغة، فايز سراج، و خالد المشري في تونس العاصمة، ربما هي تحذير للهروب الكبير الذي سيطبع المرحلة القادمة بالنسبة لهذه الميليشيات وقادتها. أعتقد هم واعين ومدركين تماما لغضب الشعب الليبي، وهم من حظهم بنا في الجيش. يعني لو حدثت ثورة أخرى بهذه الظروف السيئة من البؤس اللي تحدث عليه المشير في 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 كلمته، كلمة البؤس أعيدت مرتين. صحيح. يعني فعلا تصف حالة الليبيين البؤس. شو معناها؟ بأن يقعد عندك مقدرات وما لكش قادر تعيش، وهذا بؤس، هذا فعلا حقيقة بؤس وتعاسة. فهؤلاء يعلموا تماما بأن لو الليبيين أتيحت لهم فرصة مرة أخرى في ثورة، ستكون ثورة جياع، وثورة الجياع بانتشار السلاح سيقتلون في الشارع. هم عارفين في قرارة عقولهم بأن يعني ربك دعي لهم بأن في مؤسسة عسكرية احتمال تحز عليهم. يعني واضحة بالمنطق الليبي بأن تبي حد يحز عليك في الوقت هذا. يعني حتى المدن اللي تعتقد بأن يوم من الأيام كانت باستطاعتها أو يمكن أن تحكم ليبيا من داخل مدينة، يعني دولة المدينة، الآن يجب أن ترى بأن وجود الجيش الليبي هو المهم. على المستوى الشخصي للثلاثة اللي تفضلت بهم دكتور أحمد، يعني هم عندهم القدرات المالية بأنهم يضمنوا حياتهم برا، يعني سواء بلجوء والله بيشري جزيرة في شي مكان والله هو، لكن هم اللي مش عارفين بأن ذاكرة الليبيين رغم ذاكرة الليبيين طويلة جدا، يعني الليبيين ما زالوا يتذكروا في من أجرب حتى في 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 عهد الملك إدريس الله يرحمه. وبالتالي أنا أرى بأن المرحلة يجب أن تكون بإنفاذ القانون وإنصاف الليبيين فيما حدث في آخر 9 سنوات. لن تحدث عملية الإنصاف
إلا في فعلا بإصدار أحكام قضائية. وأنت أدرى أستاذ سميح بأن ما عندناش فرصة في أي دولة مدنية إلا بحساب هؤلاء، لأن لو أفلت هؤلاء من القانون لما جرائم، يعني غير الجرائم اللي قاموا به في دعم الإرهاب مباشرة، هم قاموا بجرائم استنزاف للمقدرات الليبية، استنزفوا مش مقدرات الدولة، استنزفوا مقدرات الليبيين، العائلات الليبية، استنزفوا كل مدخراتها عشان هم عشان رغباتهم في السلطة. مسألة السلطة يعني على ذكر سيد فايز سراج بأنه رجل طيب، أعتقد بأنه ما هوش رجل طيب، أعتقد بأن رجل يعلم تماما ما في يده من سلطة، وكما يقولون بأن السلطة تفسد، السلطة تفسد الصالح، لكن تمكن من يرغب في هذه السلطة ببسط سيطرته على كل أحلامه بما فيه الشاذ. وهذه مسألة مهمة. اتفاق الصخيرات يعني أتى بشخص غير كفؤ، بشخص سهل التأثير عليه، ومكن مجموعة رفضتها، يعني رفضتها الجموع الليبية عبر صناديق الاقتراع وهي الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية من مناصب في الدولة وأخرى مناصب تشريعية. يعني المجلس الأعلى للدولة، المسألة بأنه هو مجلس استشاري أصبح مجلس تشريعي، وهذه مسألة يجب أن تنتهي وتنتهي. الباين بأن المجتمع الدولي ما زال على غية، ما زال يعتقد بأن هناك إطار سياسي حقيقي وهو إطار الصخيرات ولا غيره. أعتقد بأن من ينهي هذا الإطار تماما هو السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على كل ربوع ليبيا، وآخر محطة للجيش ستكون في عقر دار تجمع الكبير للأسلحة التي أتت حديثا من بعض الدول الداعمة لهذه المجموعات. والخطورة تقع بأن دعم هذه الأسلحة لو ما تحكمنا، يعني الـ 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 العواقب اللي إذا كان الجيش تأخر في عدم تحرير طرابلس والسيطرة على باقي الدولة، العواقب ستكون وخيمة، لأن هذه الدول عرفت طريق الأسلحة وين، عرفت من تعطيها، عرفت وين تخزنها، وعرفت حتى تستغلها بأن تبقى ليبيا عبارة عن مكب لكل أنواع السلاح، مكب لكل أنواع الإرهابيين. أعود إليك أستاذ محمود البرعصي المهتم بشأن العام، في ظل هذه الظروف الحاسمة والمصيرية من عمر الوطن، ما المطلوب من أهل طرابلس؟ أهل طرابلس يقفوا كما وقف أهل بنغازي في 2014 عندما أعلنت عملية الكرامة لتطهير بنغازي من تلك التنظيمات التي كانت جاثمة فوق صدورنا وكانت منتشرة في الساحات وميادين بنغازي، وكانت تستعد للتمدد شرقا حتى مساعد حدود مصر مع ليبيا. فالوقفة التي كانت من أهالي بنغازي الحقيقة كانت وقفة قوية، وكانت هي الفيصل. أهل بنغازي وقفوا في الساحات وطالبوا بالجيش، ذهبوا إلى سيادة المشير في بيته وطلبوا منه أن يتدخل لإنقاذهم ولإنقاذ الضباط والنشطاء وغيرهم الذين كانوا يختالوا كل يوم. وعندما استجاب سيادة المشير ومن معه في ذلك الوقت وعدد لا يزيد عن 300 رجل، وجدت هذه المجموعة البسيطة التي كان على رأس سيادة المشير، وجدوا أهالي بنغازي أمنوا مناطقهم وفتحوا شوارعهم لأرتال المساندين والأعداد البسيطة من الجيش الليبي التي كانت متواجدة في تلك الآونة. ويعلم أهل طرابلس جيدا أن عملية الكرامة عندما انطلقت بهذا العدد البسيط دون أي إمكانيات، دون عدة وعتاد، كانت تواجه 14,000 مقاتل إرهابي. هؤلاء 14 كانوا يمتلكون الدبابة ويمتلكون المدفع، يمتلكون أحدث الأسلحة الخفيفة. ورغم هذا، لأن كانت لدينا في بنغازي إرادة، كان لدينا إيمان قوي بوطن، وكان إيماننا بالله أولا، فانتصر الجيش. فهذا هو المطلوب من أهالي طرابلس، يأمنوا مناطقهم، أن يتكاتفوا، أن يكونوا السند القوي، أن يكونوا الظهر والعكاز لقواتهم المسلحة التي
تريد دخول طرابلس من أجل أمنهم ومن أجل قوتهم ومن أجل كرامتهم ومن أجل سيادة وطنهم. فما يحدث الآن هو صراع بين قانون القوة وقوة القانون، هذه الحقيقة. فنحن أو الجيش الوطني الليبي هو يمثل في قوة القانون، والطرف الآخر يمثل في قانون القوة. نحن نريد قوة القانون. من خلال قوة القانون سوف تنشأ دولة المؤسسات، دولة المؤسسات والقانون. فحتى نتذكر عندما جاء السيد ليون إلى القيادة العامة عندما كانت في المرج، وكان شرفني حينها سيادة المشير أني كنت أحد المدعوين على المجتمع المدني. فعندما حاول السيد ليون أن يسوق لمشروع الصخيرات، كان رد سيادة المشير حينها كان واضح وصريح بما معناه. قال المسودة من لونها، يعني المسودة التي خرجت بها الصخيرات هي سوداء. وأكد أن الجيش يحارب في الإرهاب في بنغازي. أنتم تريدوا أن تدخلوا عناصر تمثل الإخوان المسلمين لهذا الحوار في الصخيرات، وهذه العناصر هم قادة أصلا لميليشيات، هم يتبعوا أجندات إقليمية وأجندات دولية. هؤلاء يريدوا إرهاب الأمة الليبية، هؤلاء يريدوا سرقة ثروات ليبيا، ويريدوا تسليم ليبيا بالكامل على طبق من فضة للغير. فالرؤية التي نعاني منها الآن في طرابلس كانت واضحة لسيادة المشير منذ سنوات. كان يتوقع ما يحدث كما كنا نحن نتوقع ما يحدث. كنا رافضين شكلا وموضوعا لحوار الصخيرات وأي مخرجات تصدر عن الصخيرات قبل أن تصدر تلك المخرجات، لأننا كنا على يقين ما دام الإخوان المسلمين طرف في أي حوار لن نصل إلى نتيجة. وكنا على يقين ما دام فرد واحد من الإخوان المسلمين في مؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة الليبية لن تبنى ليبيا ولن تستقيم ليبيا ولن نرى ليبيا دولة بالمطلق. فالأمور كانت واضحة، الحرب حرب شعب قبل أن تكون حرب جيش. وبالتالي أهالينا في مدينة طرابلس عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم، عليهم أن يضعوا الوطن أمامهم، عليهم أن يعملوا كل ما يملكون من أجل ليبيا، لأنها ليبيا وطن، وإن ضاع الوطن ضاعت الكرامة وضاعت الحرية ولا معنى لحياتنا على الأرض. طيب دعني أحول ذات السؤال لدكتور العربي الورفلي. دكتور، برأيك ما المطلوب من أهل العاصمة الآن وهم يستعدون لكسر القيود التي كبلتهم طيلة السنوات الماضية؟ طبعا أهل العاصمة منذ سنوات يعني ينتظروا في الجيش الوطني وتلاحموا في البداية مع عملية الكرامة. رأينا مظاهرات خرجت في مدينة طرابلس تنادي بالجيش وتنادي بالشرطة وقدموا تضحيات، يعني هناك حتى من تم اغتياله لمجرد أنه دعم عملية الكرامة. أهالي العاصمة الآن ينتظرون الجيش، ومطلوب منهم الهدوء، مطلوب منهم المحافظة على الممتلكات وعلى أرزاق الناس وعلى تأمين مدنهم والتعاون مع الجيش بملاحقة هؤلاء المجرمين والتخلص منهم. إذن هي عملية تأمين بالتعاون مع المواطن داخل العاصمة مع الجيش الوطني حتى يتم الانتهاء من تأمين مدينة طرابلس بالكامل. إذن رسالة واضحة لأهل طرابلس، هو ليس كما حصل في 2011، رأينا عمليات نهب للأسف الشديد، عمليات نهب لمؤسسات الدولة، عمليات نهب لوزارات، عمليات نهب لأموال لمصارف. هذه أرزاق الليبيين وهذا رزق لأهالي العاصمة، عليكم بالمحافظة عليه والتعاون مع المؤسسة العسكرية يعني الانتباه إلى الأوامر العسكرية. ربما تطلب القوات العسكرية في البداية من أهالي العاصمة البقاء في بيوتهم آمنين. قد يكون هناك بعض الشباب يتعاونون مع القوات المسلحة لملاحقة المجرمين، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، أهل طرابلس يعرفون من الذي أجرم بحقهم وبحق كل الليبيين، من اللي قتل الليبيين، من اللي قتل اغتال عناصر من الشرطة، من اللي اغتال عناصر من ضباط الجيش داخل مدينة طرابلس، من اللي اغتال نشطاء، من اللي قام بتهجير
ناس على سبيل المثال شباب فشلوا منهم من هو مهجر حتى هذا اليوم لمجرد أنه خرج ودعم عملية الكرامة. إذن سوف يكون هناك تعاون وثيق بين المواطن داخل مدينة طرابلس والعالم ينظر إلى هذه المدينة الآن، ينظر أي تصرف غير مسؤول سوف يحسب على أهالي العاصمة. كل الناس وكل المتابعين وكل الدول الآن تتابع ما يجري داخل مدينة طرابلس، وبالتالي أبسط خطأ لا قدر الله سوف يكون له عواقب وخيمة على أهالي طرابلس، وبالتالي عليهم التماشي مع التعليمات العسكرية للمحافظة على أطفالهم، المحافظة على أرزاقهم. لن نشهد عمليات حرق أو انتقام خارج القانون، كل من له حق فليدعو بعد ذلك إلى القضاء. إذا كان هناك بعض التارات القديمة علينا أن نكون مسؤولين ونتوجه بالقانون إلى دوائر القضائية المختصة ونقدم لهم الشكاوي. يعني لا نريد هنا القصاص، يعني أن يقوم مواطن بالاقتصاص من مواطن آخر لمجرد أن بينهم ثار أو بينهم مشاكل، وبالتالي لنترك ذلك كله للقضاء. نعم. وكله المطلوب الآن فقط هو تأمين العاصمة والتهليل للقوات المسلحة، وأنا متأكد بأن أهالي العاصمة سوف يخرجون، سوف يدعمون القوات المسلحة، سوف نشاهد تظاهرات كبيرة واحتفالات كبيرة بهذا النصر المبين، وليس كما يروج البعض بأن أهالي طرابلس لا يدعمون المؤسسة العسكرية. لو كان أهل طرابلس لا يدعمون المؤسسة العسكرية لرأينا منذ شهر أبريل مظاهرات داخل طرابلس ضد هذه المؤسسة، بل بالعكس الناس كلها بانتظار المؤسسة، الجنود والضباط بانتظارهم داخل مدينة طرابلس، لأن الناس بالفعل يعيشون في مأساة، مأساة الكهرباء، طيب. مأساة السيولة. هذه مشاكل سوف تحل بإذن الله ولو نجد لها حلول. يعني نعم دكتور عاطف الحسية، أعود إليك، أريد منك أن توجه كلمة لأهل طرابلس الذين يستعدون في هذه الأثناء لاستقبال القوات المسلحة. هو بكل تأكيد نحن نشد على أيدي أهالي طرابلس وهم الأدرى بشؤونهم وشؤون أمن شوارعهم ومناطقهم، ولكن يجب كما تفضل الدكتور العربي بأن يعلموا بأن الخلفية الحقيقية لكل ما يعمله الجيش هو لحماية الليبيين، ويجب أن لا يأخذوا القصاص بأيديهم واستيفاء الحق بالذات. يعني الدولة لن تقوم إلا بإنفاذ القانون عبر مؤسسات قانونية ورصد حقوقي لكل حقوق الناس. نحن نعلم بأن الوضع أصبح بائسا لكل الليبيين، ما بالك الوضع في طرابلس، ولكن الطلب الأول من إخوانكم الليبيين في المدن المستقرة بأن يكون الدعم الحقيقي لأبنائكم من الجيش، لأن كل هذا الدعم سيلقى له صدى كبيرا في مهنيتهم وفي قيام بعملهم في الوقت المحدود. أهل طرابلس ما المطلوب منهم أستاذ سميح؟ حقيقة أهالي طرابلس المطلوب منهم هو التعاون مع القيادة العامة للجيش الليبي، وهذا التعاون ينحصر في الحفاظ على أنفسهم وعلى أرواحهم، وحتكون ردة الفعل من الإرهابيين شديدة حتى على رفاقهم وعلى أصحابهم، لأن ما عندهم صاحب، ما عندهم رفيق، وبالتالي يعني في ناس طبعا تعرف في المناطق هذه احنا عشناها في مرحلة اللي كنا فيها في بنغازي، أن في مجموعات تهرب أوقات قدامك، فأنت يعني يجب عليك أن تقاوم هذا الفعل يعني أو هذا الهروب. فبالتالي نعتقد أن هم كلمة المشير واضحة، يحتاج أهالي طرابلس إلى اتباع تعليمات القيادة العامة للجيش الليبي، ومن خلال الناطق الرسمي للقائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، نعتقد يجب احترامه، يجب التعامل معه واحترام تعليماته حرفيا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول لنا لجماعة طرابلس أطلعوا ولا ما تطلعوش، لكن نقدر أن نعطي إطار عام، بس نقول أن في شخص هو المسؤول على إيصال التعليمات القيادة العامة الحرفية. فيما يتعلق بالقائد العام للجيش الليبي، نعتقد أن كفى ووفى إلى هذه المرحلة، وبالتالي يعني نعتقد أن جهد غير عادي،
وكلماته كلها مدروسة رغم الضغوط الضخمة اللي موجودة عليه والإشاعات التي تثار ضده، إلا أنه حقيقة مسك أعصابه وقدر أنه هو يتحمل هذا الشعب كويس، لأن الشعب حقيقة صعب النقاش والحوار، ولكن قدر أنه هو يوصل مع أهالي طرابلس إلى هذه الصورة، وهو أن عليكم الانتظار، عليكم الصبر، انتظار ساعة الصفر كويس، اللي هي أصبحت يقولك يعلقوا عليها لا ساعة الصفر اللي عمك، ما نقولهاش ساعة الصفر معناها ساعة صفر اسمها، انت اقراهك صح حتلاقي روحك انك انت اجتهادك مش في محله، مش رقم واحد يعني، مش ساعة واحد، مش ساعة اثنين، يعني ساعة الصفر الساعة التي تحدد من قبل المسؤول على هذا الأمر. وبالتالي نعتقد أن السيد أحمد المسماري مسؤول على إيصال التعليمات لأهالي مدينة طرابلس، ونحن لما نقوله في مصطلح تداولناه وحقيقة في الحوار أن 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 لا أن لم يتم الدخول حتى الآن إلى طرابلس، لا أنا نقول لك طرابلس راهم كان الحدود الإدارية بتاعها هي هذه طرابلس، راهي راهو قاعدين في طرابلس الجيش، راهم قاعدين في طرابلس الجيش، ولكن اللي منعهم هو الشوارع الفرعية وغيرها. كيف طريقة الصراع والحرب والمواجهة؟ نعتقد حتكون واضحة من خلال تعليمات القيادة العامة للجيش، من خلال اللواء أحمد المسماري اللي هو المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة. المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ سميح الأطرش، شكرا جزيلا لك. ما أشكر أيضا الأكاديمي والمهتم بالشأن العام دكتور عاطف الحسية. أشكر المهتم بالشأن العام والناشط في مؤسسات المجتمع المدني الأستاذ محمود البرعسي، كما أشكر دكتور العربي الورفلي المحلل السياسي. أشكر أيضا الأستاذ فرج العجيل المدير التنفيذي لمنظمة الراصد الدولي لحقوق الإنسان، والأستاذ علام الفلاح الأكاديمي والمهتم بالشأن العام، كما أشكر دكتور عبد الرحيم البركي عضو مجلس الاجتماعي ترهوم. مشاهدينا، في ختام هذه الحلقة من برنامج الحدث تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم، تحياتي أحمد دقماطي، في أمان الله.